مرحبا. أسماك الجورامي اللؤلؤية من أنواع أسماك الزينة الكبيرة نسبياً اللي بتتميز بهدوءها وشكلها الحلو. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون بشكل عام صحو مشمس أو مستقر بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض سحب المتفرقة، وعم يبقى سديم شديد الحرارة بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم بتميل للانخفاض على المناطق الغربية والجنوبية، لكن عم تبقى أعلى معدلاتها بحوالي 4 لـ5 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم تكون متقلبة لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 18 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 40% و60%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 28 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون طقسنا صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 20 و39 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة طقسنا عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعا بين 19 و36 درجة. أما بلنيترا فدرجات الحرارة عم توصل لل 35 وطقس مكفي صحو مشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي صحو مشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحما بين 23 و40 درجة. رح ننتقل سوا على البحر لنشوف كيف عم يكون الطقس بطرطوس واللاذقية. عم بيكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 23 و32 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم توصل ل 33. كيف عم يكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب؟ رح ننتقل سوا لنشوف. عم بيكون صحو مشمس بشكل عام، ودرجات الحرارة بحلب عم بتسجل لدنيا 24 عليا 40 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ من مدينة الرقة، جونا عم بيكون سديم حار، ودرجات الحرارة عم توصل ل 42 درجة. وبالحسكة درجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 29 لعليا 42، وأيضا طقسنا مكفي سديمي. أما أخيرا بدير الزود درجات الحرارة عم تتراوح بين 30 و43 درجة، والطقس مكفي سديمي حار. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.